بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سلام المسيح أعزائي المشاهدين متابعي برنامج أبناء الرافدين من خلال قناة الحياة المسيحية. الحلقة اليوم بعنوان الضعفاء والأقوياء. دعونا نقرأ من الكتاب المقدس في رومية 14 وعدد 1 إلى عدد 5. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار، واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدين من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله، ومن أنت الذي تدين عبد غيرك، هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته، آمين. حقرأ عليكم من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي. كتب أحد الأشخاص الذي يدعى حسين الخفاجي، كتب عنه: لا لداعش ولا لسلفي ولا لمسيحي، شاب عراقي من الناصرية وهم مواليد 2002، تم نبذه من أقاربه بسبب تجاوزه على الإمام، ويقول هذا صنم الشيعة الأكبر، وقد أعلن هذا الشاب تركه للإسلام ومذهب التشيع أي الشيعة. دعونا نرى ماذا قال حسين الخفاجي في مكان الحضرة التي يوجد فيها الإمام علي. أخوتي الأعزاء، أنا اليوم في النجف في الصنم الأكبر للشيعة وهو علي ابن أبي طالب، واليوم هنا وأنطق بكلمة إن المسيح ابن الله، فلا نخاف من أحد ولا نخشى أحد. وبعد ما رأينا ماذا قال حسين الخفاجي في النجف في مكان الإمام علي، دعونا نأخذ بعض آراء الناس، وهو إعلامي من الخلفية الإسلامية وقد آمن في المسيح وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأخ نصير حميد ملقب بنصير أبو صفاء. وقال الأخ نصير: هذا شخص قال كلمة الحق، الرب يسوع هو رب الحياة، هو رب السماء، هو ابن الله الوحيد، لا يوجد من يغير حقيقة هذا الأمر أن المسيح هو الله، وأن الشيعة الذين في العراق حقا يعبدون الأصنام، والصنم الأكبر لديهم هو في النجف الإمام علي. ويقول حسين كلمة الحق، ويقول الأخ نصير: وأصلي من أجل حسين وإلى كل شخص مثل حسين وإلى أهلي في العراق أن يخرجوا من الفكر الشيعي أو الفكر الإسلامي، أي أن يكونوا من ظلمة الإسلام إلى نور المسيح، حتى يعرفوا كلمة الحق أمين التي هي الكتاب المقدس، ويكونون مؤمنين في المسيح. وتم التعدي على حسين ومحاولة قتله، وتم إخراج حسين من المكان أو البلد الذي هو فيه إلى مكان آخر. نشكر الرب من أجل نجاة حسين الآن، ونشكر كل من ساهم وساعد في إخراج حسين، وكل من صلى من أجل حسين. دعونا نرى ونسمع إلى اختبار حسين الآن. تفضل عزيزي حسين، اتكلم اختبارك. شكرا قاسم بشار، رب يبارك حياتك أبونا الغالي، شكرا لقناة الحياة، وشكرا لبرنامج أبناء الرافدين اللي هو صوت لكل العراقيين وصوت لكل المسيحيين، الرب يبارك الجميع. أخوتي الحبايب، أنا حسين الخفاجي، كنت مسلم شيعي، كنت متدين بالإسلام، كنت أطبق الإسلام حذافيره، من صلاة من صوم كل أعمال الإسلام، كنت أكره الكافرين وأكره المسيحيين واليهود وأحقد عليهم، وبالصلوات أقول يا رب انصرنا وانصر الإسلام كما كان يعلمونا أهل البيت. كنا دائما أسوي هاي الأشياء اللي يطلبها منا الدين الإسلامي.
الفترة لما وعيت على الدنيا بديت يعني أفكر أقول شنو السبب، يعني بديت لما يعني اشتغل عقلي بديت أقول ليش إحنا بدنا نشوف إنه المسيحيين وبدنا نشوف إنه الدول الغربية إنه ده ساعدنا، وإنه المسيحيين ما شفنا منهم أذى ولا شفنا منهم أي شيء بالعراق على طوال هاي السنين اللي إحنا عايشين وياهم. شنو السبب بس إحنا نكره؟ شنو السبب إحنا ديننا يعلمنا إنه نكره الناس؟ لازم أعرف، حبيت أعرف. يعني بدا تفكيري ينضج لما وعيت على الدنيا 12 سنة 13 سنة، بديت أسأل شنو السبب احنا نكره الناس، ليش شنو السبب. شفت انه دائما نسمع انه هذول اللي عندنا المعممين رجال الدين، ليش قيادات الأحزاب مجرمين، ليش دائما المعممين تلقاه حرامية يبوقون بالشعب يبوقون بالوطن دمروا العراق. شنو السبب؟ قياداتنا يعني هي الحرامية، قيادات الدينية، يعني كل واحد من هؤلاء قيادات الدين تلقى حاطلة حزب، حاطلة شيء، حاطلة ها، ويعني كل من الميليشيات يقتلون بالشعب، دمروا الشعب. حبيت أسأل يعني شنو السبب؟ ألقيت نظرة على القرآن، ألقيت نظرة على السنة، ألقيت نظرة على كتب الحوزة، من دخلت أبدي أبحث بيها وأدرس بيها، شفت إنه يعني انصدمت لما وجدت انه تفاسير القرآن وبأفعال نبي الإسلام كل اللي سوي هذا الميليشيات هو نفسيته، الحروب الإسلامية سابقا نفسيته، بعدها اجت موجة داعش وموجة الإرهاب. بديت افكر ايضا لما شفت انه الإرهاب والدواعش والشي هو نفسيته اللي كان امر به القرآن، ونفسيته اللي امرت به السنة، نفسيته اللي امرون به اهل البيت، لكن شنو السبب؟ السبب انه ما حد طبقه غير ذوله. من طبقوا ذوله بدت الناس اكثريتها تنقد واكثريتها شيء. لكن انا عرفت يعني لما القيت نظرة على القرآن والآية القرآنية اللي هي خلتني اتشوش من القرآن من دين الاسلام، هي بسورة الممتحنة الآية 4 يقول ولقد كانت لكم في ابراهيم والذين معه اسوة حسنة اذ قال لقومه انا براء منكم ومما تعبدون حتى توحدوا الله وحده وبيننا وبينكم العداوة والبغضاء. يعني شوف انه بالقرآن يقول العداوة والبغضاء بين الناس وكره الناس والتبري منهم هو اسوة حسنة. هل معقول هذا الله اللي يقول هيك انه العداوة والبغضاء بين الناس اسوة حسنة؟ هذه اسوة حسنة ليش؟ شنو السبب؟ شفت ان القرآن يأمرنا لازم انت تكره، لا تجدن قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان آبائهم وأبنائهم أو عشيرتهم. يعني إذا إنسان ما يؤمن بمحمد ما يؤمن بدينه إحنا لازم نتبرى منه، لازم نقتله، لازم ما من المعقول إنه هذا الله. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هل من المعقول إنه إحنا ننصر الله، إحنا البشر الضعاف ننصر الله؟ فكل هذا وكل هذه الأسباب دفعتني إلى ترك الإسلام، أسباب كثيرة دفعتني إلى أن أترك الإسلام. فلما اجيت بديت بال 2016 اقرا بالكتاب المقدس، بديت وجدت انه افكار اللي براسي هي نفسيتها موجوده بالكتاب المقدس، الافكار اللي اؤمن بها اني هي نفسيتها موجوده بالكتاب المقدس. لما يقول لي واما انا فاقول لكم احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا لمبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويضغضونكم. شنو السبب احنا نسوي هيك؟ لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في السماوات. يعني ابينا الذي في السماوات هو اللي يأمرنا احنا لازم نسوي هذا الشيء. اذا جاء عدوك فاطعمه واذا عطش فاشربه. يعني هنا يأمرنا انه اني احب كل البشر حتى عدوي. يعني الهي واني مو الهي مو ضعيف، الهي قوي يقول انتم تصمتون والرب يدافع عنكم. الهي مو ضعيف حتى اني انصره، ان تنصر الله ينصركم. الهي ما يريدني اني العداوة والبغضاء بين الناس. إلهي يحب كل البشر، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وجدت أن إلهنا أنه يحب كل البشر، ما يحب فلان ويكره فلان، لا يحب القوم الظالمين، لا يحب القوم المدرشين، إلهنا يحب كل البشر. دفعتني هذه الأمور إلى أن أؤمن بالمسيح. بعد إيمان تعرضت للحوادث، تعرضت لحادث ضرب، تعرضت للاضطهادات من المجتمع اللي كنت عايش فيها. وأخيرا وصلي أيضا خبر أنه صديق علي كان عابر اسمه سامر أيضا أبوه قتل بسبب إيمانهم بالمسيح. صارت عندي مثل الهستيريا ضد هذا الدين، بديت أنشر فيديوهات
وفيديو كان عملته الضريح علي بن أبي طالب وصفته بالصنم وصلي الصلاة هناك بذلك المكان. الفيديو انتشر وصل لملايين المشاهدة في العراق عن طريق برامج التواصل الاجتماعي. تعرضت من للاضطهادات بسبب تهجمات، يعني كنت ساعتين عن الموت، لكن الرب خلصني لما بفضل صلاة أخوة وبركتهم إنه صلوني وساعدوني، مثل أبونا القس بشار، الأخ كريم العراقي، والأخ أحمد العبيدي، وراعي كنيسة حاليا اللي أنا بيها، والعائلة أشكرهم جدا اللي واقفين وياي لحد الآن اللي أنا عايش وياهم، نشكر الرب. وأيضا كنت مريض بمرض بالأعصاب، كنت آخذ عليه علاجات بأموال طائلة بالعراق، وصلت هنا وصليت، نشكر الرب إنه بفضل الصلاة اللي صليتها مع راعي كنيسة مبارك، الرب يبارك حياته، انه من ذاك الوقت لحد الان لا راجعت طبيب ولا راجعت اي شيء، الرب شفاني من هذا المرض. تعامل الله معي بصوره جميله جدا، حيث خلصني من الموت وحيث شفاني من المرض. اشكر الرب يسوع المسيح، اشكرك ابونا قس بشار، الرب يبارك حياتك، واطلب منك صلاه لاجلي، والرب يبارك الجميع. شكرا. بعد ما سمعنا اختبار اخونا حسين، خلونا نصلي من اجل حسين ومن اجل كل شخص مثل حسين، ونصلي من اجل اهلنا الذين في الظلمة، أن يفتح الرب عيونهم وينير قلوبهم ويشوفهم نفسه. وهذا ما يحدث الآن، المسيح يظهر لكل شخص ويعلن عن ذاته ويكسر كل فكر ضد المسيح الذين وضعوه في أفكارهم من أفكار المسلمين، مثل أن الكتاب المقدس محرف وهذا غير صحيح، ومثل أنه المسيح لم يصلب. بظهور المسيح وتكلم الشخصي مع كل إنسان، الرب يظهر مجده وذاته. خلونا نصلي هاي الصلاة مع بعض إلى كل شخص لا يعلم المسيح ويريد إثبات من المسيح. إذا كنت أنت الرب يسوع، اثبت لي ذاتك، اظهر لي يا رب، اظهر لي نفسك، شوفني شخصك يا يسوع المسيح حتى ما أؤمن بيك. وأنا أوعدك أخي الحبيب، إذا صليت هاي الصلاة وطلبت من الرب، لح يشوفك نفسه وسيكون رب وإله إلك، لأنك سترى المسيح الذي هو أمين ويسمع الصلاة، إله القبر الفارغ. نشكرك عزيزي حسين، ونشكرك لمشاركتك اختبارك معنا، حيث ظهر شخص آخر بعد حسين وهو علي، وقام بما قام به حسين الخفاجي. دعونا نرى ماذا فعل علي في مكان الحضرة، أي في النجف. الصنم الأكبر للشيعة، الصنم الأكبر للشيعة وهو علي بن أبي طالب، ونقر بذلك بأنه هو صنم ومجرم وقاتل وساب النساء. قبل أيام نشر أخي حسين الخفاجي فيديو في ضريح الصنم الأكبر للشيعة علي بن أبي طالب، والذي هدتموه بالقتل، وللآن من نجف. بعد ما رأينا هذا الفيديو، نعلم أن الكل يأتي إلى المسيح، أعداد هائلة من المسلمين سنة وشيعة يؤمنون في المسيح إله ورب ومخلص على حياتهم، هللويا. مكتوب في رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي إصحاح 2 وعدد 10، لكي يجتثوا باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 14 وعدد 11، لأنه مكتوب أنا حي يقول الرب، أنه لي ستثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. هذا إيماننا كمسيحيين، ونحن مؤمنين ومتمسكين بوعود الله أن كل ركبة ستثو لإسم المسيح. الكل سيأتي إلى المسيح من الشرق إلى الغرب من كل مكان، وآمن الآلاف من العراقيين الذين يخرجون من الظلمة الإسلام إلى نور المسيح. دعونا نصلي من أجل كل العالم ليعلم من هو المسيح، ونطلب حماية إلى كل إنسان مثل حسين ومثل علي ومثل عباس وأحمد الذين هم في المسيح. ودعونا نكون أمناء على أولاد المسيح الذين يأتون إلى المسيح. اتذكر أخي وأختي في المسيح، لديك وكالة، لديك أمانة. دعونا نصلي. يا رب يسوع، أصلي إلى كل شخص جاء إليك يا سيد أن يثبت بالإيمان وتقويه وتباركه يا رب،
وأن تكون وياه وتحميه وتملأهم بالروح القدس. وأصلي إلى كل شخص عنده وكالة وأمانة يا سيد، مدعو مسيحي على اسمك يا سيد، أن تباركه والذكرى يا سيد، أن يكون أمين في حقلك باسم يسوع المسيح، أمين. سلام المسيح يكون معكم أعزائي متابعي أبناء الرافدين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين.